يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحياة فصول. الاحترام وايد مهم في الحياة، وايد مهم أن كل إنسان يمارس الاحترام في تعامله مع نفسه ومع الآخرين. للأسف الاحترام من جيل إلى جيل إلى جيل قاعد يقل وقاعد يتغير، وصار الالتزام بالاحترام مو مثل السابق. عشان كذي حددت هذه الحلقة كاملة عن الاحترام. تابعونا وخلنا نعرف شنو هو الاحترام وشلون نتعامل مع الاحترام وشلون نعلم أبنائنا الاحترام. الاحترام عادة تعلمناها من أهلنا، تعلمنا إن شلون نحترم الكبير ونحترم الصغير، ونعرف شلون نتحكم في أنفسنا وفي ألفاظنا وفي تعاملنا مع الآخرين. الاحترام إن الإنسان يعرف يقدر الإنسان اللي أمامه وما يتعدى عليه، لا تعدي لفظي ولا جسدي ولا حتى فكري، ويحاول دايما يكون محترم بالتعامل معه. المحترم دايما يكون صوته واطي ومتوازن. المحترم يحترم كبار السن، لكن للأسف الشديد في ناس ليه ما الحين ما تعلموا قيمة الاحترام. الأجيال الصغار الحين ما قاعدين يمارسون الاحترام نفس ما كنا نمارسه أو كان أو أهالينا يمارسونه. تعلمنا من يوم إحنا صغار لمن يدخل الأب الغرفة كلنا نوقف، لمن تيجي الأم من برا كلنا نروح نبوس راسها. هذه الأشياء تعلمناها. الآن جيل الألفية أشوفهم يدخل الكبير وهم قاعدين وما يوقفون ولا يسلمون، تيجي الأم ما يقومون ولا يسلمون راس ولا يسلمون عليها ولا يبوسون راسها. الأم والأب يروحون يدورون أبنائهم بدال لا ما كان في السابق العكس هو الصحيح، كانوا الأبناء هم اللي يروحون ويدورون أهلهم ويسلمون عليهم ويحافظون على مثلا وجبة الغداء مع بعض ويتكلمون عن الأشياء اللي مروا فيها خلال يومهم. كبار السن لما يصير عندنا أحد في عمر متقدم لازم ما أقاطعه بالكلام، لازم لمن يدخل أوقف له، لازم أكلمه بصوت واضح وعالي، لأن الكثير من كبار السن قاعدين يعانون من قلة السمع في تقدم العمر. لازم أحسسهم أن كلامهم مهم وضروري. في وايد أشوف من الصغار المراهقين بدون قصد، لأن ما حد وجههم التوجيه السليم، يده قاعد يتكلم، يدته قاعد تتكلم، فجأة يقوم من الطاولة ويروح مثلا يلعب جيمز ولا يسوي اللي هو يبي. هذا خطأ. اللي يقوم لازم يستأذن، لازم يستأذن من كبير السن إذا هو يسمح له ولا ما يسمح له. لازم ينتظر لمن كبير السن يخلص كلامه إلى الآخر يا الله يقوم. هذا التعامل لازم نغرسه، غرس في أبنائنا، غرس مهم جدا 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 عشان يتطور المجتمع. عشان يتطور المجتمع لازم كلنا يكون عندنا قيمة الاحترام. الطفل لما يشوف أبوه يحترم أمه خلاص هو راح يكون قدوة صامتة حقه، يقول مثل ما أبوي يحترم أمه أنا كذلك أحترم أمي. لما يشوف الأم تحترم والدها هو كذلك يحترم والده ويحترم جده وجدته. لكن إذا شاف هذه القيمة مفقودة في أسرته وما حد يحترم لا الكبير ولا الصغير، وحتى الصغير يعني دائما ساعات احنا ننسى ونقول ان هذا صغير ونبي نوجهه بطريقه معينه، فيقومون كله اقولها انا يعلمون الادب بقله ادب، يشتمه ويقول له لا تشتم الاخرين، يضربه ويقول له لا تضرب الاخرين. لازم اعلمه الادب بادب. لما بعلمه أنه ما يشتم أنا كمان ما أشتم داخل البيت، لما أعلمه أنه ما يضرب الآخرين أنا كمان ما أضربه لا أهو ولا أخوانه داخل البيت، أو ما يكون أصلا من سلوكياتي أن أنا أضرب الآخرين. عشان كذي لازم كلنا نكون قدوة حق أبنائنا والناس اللي معانا والناس اللي قراب علينا. لازم يا جماعة نذكرهم بالاحترام، لازم نغرس فيهم هذا الشيء.
ألاحظ في أبناء ما شاء الله عليهم محترمين ويعرفون شلون يتعاملون مع والدهم، مع والدتهم، مع عمهم، مع خالهم، وفي للأسف يتجاوزون تجاوزات كبيرة لأن في عمر المراهقة ما حطوا لهم الحدود اللازمة ولا علموهم طريقة التعامل السليمة. الاحترام مو بس فقط للأب والأم والجد والجدة، الاحترام للجميع. صار لي موقف أمس حبيت أشارككم فيه يدل على الاحترام. كان عندي موعد مع دكتور وسيارتي موقفتها مع الفالي ومعطيني الريال كرت. طلعت باخذ سيارتي فقلت له من فضلك تجيب لي مفتاح السيارة. جاب لي مفتاح السيارة، قلت له شكرا، جيب لي الجهاز مال الكينت من فضلك عشان أدفع لك. دفعت له بالكينت وتشكرت منه. تالي يقوم يقول لي لو سمحتي أنا بقول لك شيء. قلت له تفضل. تالي يقوم يقول لي أنت وايد إنسانة محترمة وتحترمين غيرك، دايما لما تيجي لي تكلميني على أني أنا إنسان بسيط أوقف السيارات، دايما تكلميني باحترام، دايما تقولي لي لو سمحت، من فضلك، شكرا. وهذا كلامك وايد أثر فيني وحبيت أقول لك. أنا استغربت لأن على بالي أن أغلب الناس، خلينا نقول مو كلهم، أغلب الناس يتعاملون بهالطريقة. قلت له لا، ولو طبعا أكلمك بهالطريقة وأكلم كل الناس بهالطريقة، وكل إنسان بسيط أو كبير أو صغير أو غني أو فقير، كل إنسان حقه الاحترام. شلون يعني أنا قاعد أفكر أنه هو يفكر أنه مستكثر على نفسه أن أنا أقول له مسكين من فضلك وشكرا، مستكثر زين، ولو سمحت، يقولي تقولي لي لو سمحت، مستكثر على نفسه مسكين لأنه قلت له الثلاث كلمات. فهذا دليل على شنو؟ على أن ناس وايد يعاملونه بقسوة، ناس وايد يعاملونه بعدم احترام، ناس وايد ما عندهم هذه القيمة. فعشان كذي حبيت أني أخصص هذه الحلقة أن نذكر أنفسنا بالاحترام وبطريقة التعامل المحترم مع الغير. حتى إذا صار أحد قدامك مو محترم، أنت دايما خلي يكون عندك الحكمة والروية أن أنت تحافظ على احترامك. هم الاحترام بالشوارع، الحين مع الصيف الناس تلف على بعض وتدق هرنات وتعصب وتلف وينزلون وتشاجرون، ما له داعي كل هذا. لازم الإنسان يضبط انفعالاته. إحنا الله كرمنا، الله خلقنا كبشر وكرمنا وعطانا عقول تخلينا نعرف شلون نتعامل. لا تخلي الانفعالات الصعبة أو الأشياء المؤثرات الصعبة اللي تصير لك تخرب عليك حياتك، هذا شيء خطأ. زين، لازم دائما نذكر نفسك في هذه القيمة. خنراجع أنفسنا. الاحترام احنا قاعدين نسويه مع ناس معينين بمنصب معين بوظيفة معينة، ولا احنا ماخذينه نمط حياة؟ الاحترام نمط حياة. المربية بالبيت لما تجيب لك كوب الشاي ولا القهوة لازم تقول لها شكرا. حتى بنتك الصغيرة لما تروح تجيب لك علبة الكلينكس او تجيب لك وجبة او تجيب لك شيء تطلب منها، لازم تقول لها شكرا عشان هي تعرف ان هي تستحق هذا الشكر، وتعرف ان انت قاعد تحترمها، وهي تبتدي تحترم نفسها لان تقول انا محترمة، اهلي يحترموني وانا احترم نفسي. ابنائنا نفس الشيء، لازم نتشكر منهم، نحترمهم، نتعامل معاهم من الصغر باحترام. إذا أنتوا قاعد تتابعون حلقتنا وتشوفون أنه والله مثلا عندكم ابن انفعالي، بنت مو عارفة شلون تتعامل باحترام بالبيت، جلسوا معاهم وكلموهم وقولوا لهم قيمة الاحترام وايد مهمة. قولوا لهم هذا نمط من أنماط الحياة اللي أنتوا لازم تمارسونه كل يوم مرارا وتكرارا من الصبح لليل. خلي الكلمة الحلوة تطلع منكم. أنا لما قال لي هذا الشخص قلت له بالعكس، الكلمة الحلوة جبر خاطر، وأنت تستحق الاحترام والله يعطيك العافية. فهو مسكين فرح، فقعد أقول أكيد الله سبحانه وتعالى مثل ما أنا فرحت الإنسان بكلمة طيبة، أكيد الله رح يعطيني شيء حلو أنا مو متوقعته. ودائما انفعل هذا الشيء بحياتي، والله يثبتنا دائما أن احنا نكون محترمين مع أنفسنا ومع الآخرين. وفي نهاية حلقتنا كرتنا التحفيز يقول من أنا؟
أنا لدي الكثير من نقاط القوة والإيجابية التي لم يتم تعزيزها حتى الآن والتعاطف معها. اليوم اكتب على ورقة صفاتك الجيدة وعززها وعلقها أمامك في المكتب وقرأها كذلك قبل النوم.